ازدانت بصور الشهداء والمعتقلين والإعلام والشموع، وزادتها ألقا خطب الناشطين ومعارضهم التي تستذكر الكثير من معالم الثورة. هكذا بدت ساحة التحرير في بغداد وهي تحيي الذكرى الأولى لثورة تشرين. ساحة التحرير أو ما يطلق عليها أيقونة الثورة غصت بآلاف المتظاهرين الذين قدموا من مختلف المدن العراقية للتأكيد على مواصلتهم الاحتجاج والتظاهر حتى تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها. الثورة حققت أشياء هواي، أشياء إيجابية، ردت إيجابية عثرية، قتل الطائفية، اثنين كسر حاجز الخوف لدى الشباب، أنه صناع السياسة والحكومة يعني خذوا مثل ما أقول مثل عبره من هاي الشعب، أنه له ساعة يثور يعني هاي الشعب الوقت الوقت المستقبل. نعم مستمرة الثورة، تستمر حتى تحقيق النتائج. المتظاهرون حملوا صور الضحايا الذين سقطوا في هذه الساحة وغيرها من ساحات الاعتصام والتظاهر للتأكيد على مطالبهم بكشف الجنات ومعرفة مصير الناشطين والمتظاهرين المختطفين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا. كذلك جددوا في كلماتهم التي ارتفعت في ساحة التحرير التأكيد على أهمية خلاص العراق من الأحزاب التي حكمته على مدى 17 عاما وعاثت فيه فسادا كبيرا. حينما كان الشعب العراقي يقتل في ساحات التظاهر مطالبنا ثابتة: الكشف عن قتلة المتظاهرين، تغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية، أنه كل هاي لازم تكون على مقاسات الشعب وعلى مقاسات التكنوقراط والكفاءات. يجب أن تصعد الكفاءات وتنتهي مرحلة أحزاب الفساد. العراق دمرته هذه الأحزاب 17 سنة هي تحكم العراق وجاثمة على صدور العراقيين، والنتيجة العراق فقد سيادته، فقد اقتصاده، العراق بلا صناعة بلا زراعة. المتظاهرون الذين قدموا للساحة من كل حدب وصوب انتهجوا السلمية طريقا للوصول لمطالبهم التي ينشدون، وهو ما أرادوا تأكيده من خلال النشاطات الثقافية والمعارض الخيرية التي أقاموها في الساحة، والتي إن دلت على شيء فإنما عن وعي شباب الثورة الصامدين على مبادئهم. سلمية. 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 سلمية.